فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع سنن نسائي كتاب البيعة، وفيها البيعة على ألا نفر. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ورضاه يقول: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وهذا حديث صحيح مهم جدا، أنه لا بايعة على الموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع على الموت بحال من الأحوال، لكن بايع على ألا فرار. ولذلك قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت، وإنما بايعناه على ألا نفر. وفيها الثبات حين اللقاء، ولأن الفرار من الزحف أو التولي يوم الزحف، يعني هذه من أكبر الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال: من الكبائر التولي يوم الزحف، اجتنبوا السبع الموبقات. أبا عبد الله أحسن الله عليك حبيب رضي الله عنك، عليكم السلام وبركاته. وفي رواية أخرى قال: البيعة على الموت. فروى حديث لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه رضاه قال: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وهذا حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أيضا. فهنا يعني الاختلاف في ذلك، فنحن نقول بأنه يحمل حديث سلمة بن الأكوع على حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، يكون المعنى هنا في قوله بايعتم كعلامة بايعتم رسول الله، قال بايعناه على الموت، يقصد بذلك على الثبات. الله حبك الله أنت وهو ألقى عليه السلام، ونسأل الله أن يعطيه سؤله وفوق ما إنا لله وإنا إليه راجعون. فضيلة الشيخ عماد غريب: لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. فضيلة الشيخ عماد غريب توفي رحمة الله تعالى، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات ويعلي به الدرجات. كان أخا لنا كريما فاضلا، وكان عاملا لدين الله جل في علاه، وكان له مجهود يشكر عليه، قد اجتهد اجتهادا عظيما. نسأل الله جل في علاه أن يتقبله في الصالحين، وأن يسكنه فسيح الجنات، وأن يعلي به الدرجات يا رب. آمين آمين آمين. الصلاة تكون فينا، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا علينا خيرا منها، المستعان. إذا حديث سلمة بن الأكوع في صلح الحديبية أنه قال بايعنا على الموت، وجابر أضبط وقال ما بايعناه على الموت، بايعناه على على ألا نفر، فيكون هنا تأويل بايعناه على الموت، يعني الله المستعان إن شاء الله، أي بايعناه على ألا نفر. وفي قال باب البيعة على الجهاد، أي على ابن أمية. قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة، يعني بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. لذلك قال أبايعه على الجهاد، ولأن مكة صارت دار الإسلام، فمعنى ذلك أن قال لا هجرة بعد الفتح ليس نفيا للهجرة، لكن هو قال بعد الفتح، لأن بعد الفتح صارت مكة دار إسلام. ولذلك قال أبايعه على الجهاد، وفيها دلالة واضحة على حسن المبايعة على الجهاد. اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله كل حال. وعن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوله عصابة من أصحابي تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئا من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء
شاع عفوه شاع عقبه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا الحديث إشارة إلى موافقته لقول الله تعالى ولا يأتينا بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وكانت المرأة في الجاهلية يكون لها الزوج ذا مال وليس له ولد، فتخاف على ماله بعد موته فتلتقط ولدا وتقول ولدته، فقول بين أيديهن وأرجلهن إشارة إلى الولادة، ووصف ذلك باعتبار زعمهن في قولهن، كان هذا معنى الآية ولا يكون ذلك في حق الرجال. قال علمونا أجاب على ذلك أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلى الجماعة. وتستخرجون حلية تلبسونها، هو صدر الفعل من واحد لكن ينسب للجماعة. تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، فالتوحيد هو قضية الكون الكبرى، هو أعظم ما يكون من الإنسان. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه، نعم، ولا تعصون في معروف، كل أمر بمعروف وجب عليكم عدم عصيانه. ولا تعصون في معروف، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو كفارة له. والمعنى هنا أن إقامة الحدود كفارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحدود كفارات. ولذلك قال من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وفي المشيئة العفو أقرب. نقف عند هذا الفوائد المستنبطة. الحديث يفسر الحديث، التولي يوم الزحف من الكبائر، السنة لم تترك شيئا إلا أتت به، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.